فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: هل يجوز لي أن أضع على يدي رسم وهو ليس وشما وإنما هو رسم يبقى لعدة أيام ثم يزول؟ يشبه الوشم، اتركي هذا، يشبه الوشم. نعم الخضاب، كان النساء يتخضبن بالحنة، الخضاب لا بأس لأنه زينة تتزين به، أما شيء أسود يشبه الوشم لا يجوز هذا. نعم. ثم تقول حفظك الله: وإذا كانت هذه الرسمة لذوات الأرواح أشد، صارت صورة أي أشد إثم وحرام، هذا التصوير حرام. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.